بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة مستكمل معاكم دراستنا للباور سكروز، وبالذات في هذه المحاضرة راح نروح لنتعلم الاناليسس والديزاين. هذا الشيء يأتي بعد ما كنا أنا وياكم في المحاضرة الماضية تعرفنا على الكونسبت الأساسي والفائدة الميكانيكال ادفانتج وهاو ات وركس وشو الفكرة من وراء تصميم الباور سكرو بحد ذاته. في هذه المحاضرة نروح وياكم يعني نتعلم إجراء بعض الحسابات، ومن خلال هذه الحسابات راح نتعرف على كثير من الخصائص الهامة اللي بتمتاز فيها هذا التصميم. في محاضرتنا قبل ما أروح أنا وياكم راح أستعرض بسرعة وين إحنا راح نكون، يعني عن شو راح نحكي خلال المحاضرة. أوكي، مباشرة بعد مع بداية المحاضرة راح أتوقف عن مفهوم البيتش أند ليد، ثم بعد ذلك راح نرجع للأناليس إكويشن ونتعرف على الستاندرد تيبل بتاع الأكمة بالذات. أوكي، نعرف كيف نستخدم هذه الديتا، ثم راح نحل analysis example، وبعد ذلك راح نروح إلى الديزاين بروسيجر نشوف الفيلير مودز وكيف بنعالجهم أو كيف بنواجههم، يعني بنتجنبهم. ثم بعد ذلك نحط الديزاين بروسيجر وهو ديزاين كثير، يعني بروسيجر كثير بسيط سهل، وبعد ذلك بنحل معاكم ديزاين example. so هذا هو المطلوب منا في هذه المحاضرة. لذلك قبل ما أبدأ بأي شيء حاب أتوقف معاكم عند ملاحظة صغيرة جدا، وهي إنه إحنا مرات بنحكي pitch ومرات بنحكي lead. pitch كنا نرمز له دائما بالرمز P والليد بنرمز له بالرمز L. إذا بدي أطلعنا إياكم على المعادلات توقفنا عنده في المحاضرة الماضية، إحنا طول الوقت بنحكي عن الليد L. أوكي، فما علاقته بالpitch P؟ خليني أحكي لكم بكل بساطة. الpitch أوكي هو خطوة السن كما نراها زي ما احنا شايفين هون. هذا مثلا الآن البيتش، المسافة من السن إلى السن. طب شو الفرق بينه وبين الليد؟ الفكرة انه تصاميم هذه السكرو أحيانا ممكن تكون سنجل ثريد أو يعني بمعنى آخر وان ستارت، وممكن تكون تو ستارز، ممكن تكون ثري ستارز. شو هم هذول الستارز؟ هذول هم عبارة عن يعني عدد الخيوط اللي أنت لافها على السكرو. يعني لو أتخيل معاكم السكرو هو عبارة عن خيط لفيته على سلندر أو على أصبعك، أنت ممكن تأخذ خيط واحد وتلفه على أصبعك، هذا سنجل ستارت أو سنجل ثريد. بنفس الطريقة ممكن أنت تأخذ خيطين متوازيين. أوكي، هذا مثلا ممكن أنا أخذ خيطين متوازيين، واحد أحمر وواحد أزرق، وألفهم الآن على أصبعي أو على السلندر. أوكي، راح ألاقي أنه أنا صار عندي الوضع تقريبا يعني بجوز هيك. فهذول الخيطين طبعا هم متوازيين أصلا، وبالتالي لما بلفهم على السلندر مش راح يتقاطعوا. أوكي، فوقتها لما بطلع على السكرو انا ما يعني نفس الشكل او نفس المنظر بتاع سنجل ستارت، لكن هو فعليا بيكون عندي تو ستارز. لو اخذ ثلاث خيوط اوكي وقتها راح يصير عندي الشكل اذا ثري ستارت او ثري ثريدز، فيا بنقول عنه سنجل ثريد او سنجل ستارت او دبل ثريد او دبل ثريد وهكذا. الان شو اللي قاعد بصير؟ لما بيكون في عندي وان ستارت، يعني التصميم عندي عبارة عن فقط خيط واحد اللي أنا لافه على أصبعي، فالمسافة اللي بيتحركها السكرو بدورة واحدة تساوي البيتش زي ما أنا شايفه. لما بيكون عندي تو ستارتس فدورة واحدة من السكرو من هذا النوع بتخلي السكرو ينتقل إذا مسافة مساوية ل تو بيتشز. Okay. لأنه فعليا لاحظوا النوت هذه مثلا، هاي الآن أنا قاعد بطلع على الثريد اللي باللون الأخضر. Okay. فبهذه الحالة إحنا الليد L اللي راح نسميه الليد okay. هو المسافة من نقطة على السن إلى نقطة على السن الآخر من نفس الثريد okay. بينما البيتش ما بتفرق معه من سن إلى سن حتى لو كانوا على سنين على two threads مختلفين. عشان هيك إحنا ما يهمنا إذا المسافة المقطوعة اللي بيقطعها السكرو في دورة واحدة تساوي الليد بشكل عام.
وتساوي البيتش في الحالات اللي بيكون فيها سنجل ثريد. عشان هيك انا وياكم ممكن نكتب كالتالي، انه الليد ال يساوي عدد الستارتس، يعني نمبر اوف ستارتس او اوف ثريدز، نمبر اوف ثريدز بهذه الطريقة، مضروبا بعدد مضروبا في البيتش، ضرب البيتش بي. اوكي، وبالتالي في حالة السنجل ثريد سواء حكيت بيتش ولا ليد زي بعضه. في حالة لما بيكون المسألة عطيتك انه 2 ستارز او 2 ثريدز ولا 3 ثريدز ولا 4 ثريدز، انت بتضرب عدد الثريدز او عدد الستارز بالبيتش لحتى تحصل المسافة الخطية اللي بيقطعها السكرو او النوت مقابل دورة واحدة من السكرو. So يعني حبيت انه اتوقف عند هذا عند هذه الملاحظة لحتى ما يكون في عنا confusion لاحقا. اروح الان وياكم، اذا هذولا نبدأ بالاناليس. المعادلات انا يعني للتذكير فيهم، هذولا المعادلات اللي استخلصناهم في المحاضرة الماضية من الستاتيك equilibrium للسكرو. اذا torque up, torque to raise the load, torque to lower the load. في حالة ما بيكون الاكم ثريد، بينما بيكون في عندي سكوير ثريد نفس هذه المعادلات، باستثناء انه محل كوساين فاي بنحط 1. اوكي، محل كوساين فاي بنحط 1، فبنحصل معادلة السكوير ثريدز. ذلك الفرق كثير بسيط. وفاي بالنسبة للاكم هي قيمة ثابتة ستاندرد مقدارها 14 درجة ونص. هذه المعادلات اللي امامنا 17 10 17 11، اوكي، هم المعادلات اللي يعني معادلات الاناليسس، وهم المعادلات ايضا اللي راح نرتكز عليهم ايضا في الحكم على الديزاين لاحقا. اروح الان وياكم الى الستاندرد تيبل، اوكي، لانه هو راح نستخدمه للحصول على الديتا. ليش بدنا هذا التيبل؟ لانه احنا مسائلنا هي مسائل سلكشن، يعني بمعنى اخر مساله الديزاين بتاعتنا احنا بنحلها من خلال اختيار السكرو المناسب من هذا التيبل كستاندرد اليمنت. فبالنسبه للاكمه ثريد ستاندرد اطلعني اياكم، هذا تيبل 17.1 اللي موجود في كتابكم، وهو عمليا في هذا الشابتر التيبل الوحيد اللي بيلزمكم ترجعوا له في كل مسائلنا. يعني الشابتر كاملا او يعني مسائل من علاقه راح اعرض لها سواء الان او لاحقا هي كلها مرتكزه على هذا التيبل فقط، فمسالتنا سهله يسيره. شوفي عندي في هذا التيبل، اذا في العمود الاول بيعطيني المعلومه الاساسيه عن حجم السكرو، وهو النومينال ميجر ديامتر الاوتر ديامتر، ثم الثريد بير انش، يعني كم من ثريد بير انش، كم من سن في الانش الواحد، وثم البيتش. البيتش هو طبعا واحد على النمبر اوف ثريدز بير انش، اوكي، هذا شيء واضح. طبعا لازم احكي لكم انه هذا التيبل يخص سنجل ستارت، اوكي، او سنجل ثريدد اكمي سكرو، اوكي، وبالتالي البيتش هو نفسه الليد هذا في هذا الستاندرد. ثم بيعطيني هو اذا المينيموم ماينور دايامتر، مينيموم بيتش دايامتر. الآن لاحظوا معنا في عندي أكثر من ديامتر، عندي البيتش ديامتر وهو اللي احنا بنستخدمه في حساباتنا، يعني ديروا بالكم تروحوا تستخدموا في الحسابات هذا الديامتر، هذا الديامتر الميجر ديامتر الأوتر ما له علاقة. حساباتنا لاستخلاص معادلات الأناليسس كلها مرتكزة على البيتش ديامتر، فبس نحكي ديامتر بنقصد بيتش ديامتر اللي هو لازم ناخذه من هون. اوكي، ثم بيعطيني معلومات حول ما يسمى بـ Tensile Stress Area AT بالإنش سكوير، والـ Shear Stress Area AS للسكرو، و AS في فوقها لسه ملاحظة صغيرة، أوكي، إنه هذا AS per inch of length. راح أجي لمفهوم هذا الشيء لاحقا بس نيجي نحل المسألة. So far هذا هو التيبل اللي احنا بدنا نستعمله. الآن أروح لتطبيقات معينة. خليني أخذ معاكم مثال على تطبيق هذه المعادلات.
خلينا نفرض الآن بالأول يعني مسألة أناليسس، وأناليسس بيعني أنه التصميم موجود already ومطلوب منا نطلع عليه بعض القيم اللي بتلزمنا. في هذا المثال عندي أكمي بور سكرو ثريد، والميجر دايامتر بتاعه 1.5 إنش، وعليه الأكسيال لود 15,000 باوند. الآن الكوفيشنت أوف فريكشن سي أو أف ما بينهم 0.15، والمطلوب منا في هذه المسألة أولا نطلع التورك needed to raise the load and torque needed to lower the load، وبالإضافة لذلك أنا أضفت من عندي أنه إحنا نطلع الإفشنسي إيه في سبيل التعرف على مفهوم الإفشنسي وكيف بنحسبها لهذا الباور سكرو. فإذا بدي أطلع، إذا خليني أنا أرسم هذا الموديل والله بهالطريقة هاي. مثلا هذا هو السكرو والنات بتاعه، وللسهولة راح أفترض أنه هذا النات مثبت في مكانه، وإحنا بنأثر بتورك أب أو تورك داون على السكرو لحتى أنه إذا هاي الآن F عندي اللي هي بتساوي 15,000 باوند، والفريكشن بتوين ثريدز بهالمنطقة هاي الكوفشنت أوف فريكشن 15%. هذا دايركت ابلكيشن طبعا على المعادلات السابقه. ف حتى استخدم هذه المعادلات طبعا بيلزمني اعرف لامدا اللي هو الليد انجل، واعرف البيتش دايامتر وما الى ذلك. فراح ارجع على التيبل اشوف الان الديسكرو اللي له الميجر دايامتر 1.5 انش شو هي باقي مواصفاته. فلو رجعت لهون هاي انا بطلع والله وين 1.5 انش، هاي 1.5 انش 1.5 انش، فبجد انه البيتش له ربع انش. اوكي البيتش دايامتر 1.3429. اوكي وهذه القيم الاخرى ما يهمني الان هو البيتش والبيتش دايامتر لهذه المسألة. فراح اخذهم وارجع على مسألتي اقول اوكي هاي سوليوشن سوليوشن. اولا البيتش وجدناه بأنه ربع إنش، والبيتش ديامتر دي بي إلو إذن وجدنا كم أنا وياكم حكينا عنه 1.3429 إنش بهذا المعلومات. بالطريقة هاي لامدا بالمناسبة الليد أنجل بتاعه راح يكون تان إنفرس من الليد على باي في البيتش ديامتر. فالليد هو نفسه البيتش كونه سينجل ستارت. اوكي وهذا بالتالي لما بحسبه بيعطيني 3.4 degrees، يعني زاوية ميلان السن 3، يعني very small angle. وهذه خاصية معروفة عند معظم عند الباور سكروز، وهو انه الليد انجل هاز تو بي سمول، يعني يدوب لاحظوا معي 3 درجات. بجوز اكثر الباور سكروز الليد انجل عليهم ما بيتجاوز 5 أو 6 درجات. لو بدنا نفكر بهذا الموضوع شو فائدته، هذا الشيء يقابل انه انت بدك ترفع وزن على انكلايند بلين على سطح مائل، وميلان هذا السطح يكون مجرد 3 ولا 5 درجات. متخيل اذا قديش هذا الشيء نسبيا سهل. فالميكانيكال ادفانتج فعليا هو معتمد على هذا الشيء، يعني كل ما قل الليد انجل كل ما كنت انا بقوة اصغر استطيع تحريك الجسم up the plane. الآن حسبنا أنا وياكم، الآن صرنا جاهزين نستخدم المعادلات. okay. فإذا بدي أستخدم المعادلات مباشرة بالتطبيق، يعني هون راح أجي أنا أقول substituting into equations. okay. substituting into the equations اللي هم 10 أو 17 10 17 10 و 17 11. بطلع معانا اذا التورك اب، انا حسبت اوريدي طلع معي تقريبا 2177 باوند انش، وكذلك حال تورك داون طلع معنا 955 تقريبا باوند انش. فهيك بنكون احنا جاوبنا. لكن احنا مش بس بدنا نحسب حسابات، احنا بدنا نعرف نتعلم شيء هندسي بعمق، وهو أنه إحنا نتطلع على هذه القيم ونعطيها سنس معين. بداية 2177 باوند انش
والتورك داون 955 وهو بوزيتيف، يعني بمعنى آخر هو أكبر من زيرو، وهذا السكرو معناته سيلف لوكينج. أوكي، لكن ماذا يعني مثلا يكون في عندي very big torque عمليا 955 for lowering؟ يعني بجوز 2177 هذا torque to raise the load، بينما torque to lower the load يعني 900 حوالي 40% منه. okay. وبالتالي أنت بحاجة نسبيا إلى big torque لحتى أنك تنزل هذا load down، okay. to lower the load. هذا مؤشر اوكي انه انت عندك سيلف لوكينج بعمق، يعني بمعنى اخر هالبريكنج اللي قاعد بيعطيه الفريكشن بين الاسنان از فيري هاي. هذا الشيء راح ينعكس معانا او نفهم شو هو اثره اوكي لما باجي انا وياكم احسب الافشنسي. اذا سو فار المساله الاولى، الجزء الاول من المساله حليناها، ظل علينا اخر متطلب وهو انه احنا نحسب الافشنسي. طب الافشنسي هذا الان اوكي efficiency E تساوي كم؟ أولا لازم أعرف شو هو الإفشنسي. okay. لأي ميكانيكال سيستم فعليا الإفشنسي بنحسبه إحنا بناء على ما صرفنا من طاقة على الإنبوت مقابل كمية الطاقة اللي وصلت إلى الأوتبوت وأنجزت شغل مفيد. يعني لو بدي أكتبها الآن E بقدر أكتبها بهالطريقة هاي، work out على الاوتبوت يعني مقابل الورك اللي بذلناه على الانبوت. اوكي الان الفرق بينهم، الفرق بين work output work input اوكي هو اللوسز اللي حصلوا inside the system ما بين الانبوت والاوتبوت. فاطلع انا وياكم على الموديل بتاعنا لحتى نقدر نفهم شو اللي قاعد بصير، وخليني أدرس الآن السيستم على 1 revolution. لنفرض أن احنا دورنا هالسكرو هذا 1 revolution بمقدار 2 باي. okay. الآن احنا بنأثر بتورك معين تي أب دورة واحدة، ومقابل ذلك الفورس اف بتنتقل للأعلى مسافة مقدارها الليد مقابل 1 revolution. فخليني إذا الآن صرت بقدر أعرف أوكي خليني أكتب المقام بالأول. المقام بالأول اللي هو أثرنا بتورك معين، تورك ضرب المسافة المقطوعة، والمسافة المقطوعة بالنسبة للتورك هي المسافة الدورانية الـ angular displacement. أوكي، وبالتالي الشغل اللي أنجزناه على الانبوت هو عبارة عن تورك أب مضروبا في 2 باي. هاي كم من جول احنا صرفنا على الانبوت. اوكي الان شو اللي حصلنا منه في النتيجه؟ في النتيجه كان عندنا يعني اليوسفول ورك، اليوسفول ورك الحقيقي اللي حصل في السيستم هو انه في عندي قوه اف تم تحريكها مسافه باتجاه ذاتها، يعني معنى اخر على نفس خط تاثيرها مسافه مقدارها ال. اوكي فالاوتبوت ورك هو القوه الاكسيال مضروبة في الديسبليسمنت تاعها والانبوت زي ما حسبنا. لذلك الان هذه جنرال فورمولا لهذا العمل. اوكي الان انا بطبق، والله الاف عندي كانت اصلا هي 15000 باوند، والليد عندي ربع انش وهو البيتش في هذه الحاله، والتورك اب اللي حسبناه انا وياكم 2177، وهاي في 2 باي. هذا الشيء بيعطيني efficiency مقداره 27. ها اوكي اذا هذا الشيء يكافئ 27.4%. اوكي لاحظوا انه هذا الشيء انا راح احط له اشاره اوكي تعجب حوله، اوكي انه very low efficiency. لاحظوا انه شو بيعني الافشنسي يكون 27%؟ هذا بيعني انه انت من الجولز من الطاقة اللي بتبذلها على الانبوت 27% فقط بتظهر على شكل useful work، و 73% الباقيين وين بيكونوا راحوا هذول؟ هذول راحوا losses، راحوا losses in the inside the system. so في عندي 73% من الطاقة يضيع
داخل السيستم. وين بروح؟ بروح على التغلب على الفريكشن ما بين الأسنان. ولاحظوا في مسألتنا أنا وياكم الكوفيشنت اوف فريكشن 15% ريلاتيفلي هاي، وبالتالي اللي قاعد بصير عندي انه التورك اللي انا بأثر فيه على الانبوت بيروح لوظيفتين. اولا يجب عليه التغلب على الفريكشن تورك، يعني واضح بانه السلايدنج فريكشن بمجرد احنا بلشنا ندور بالسكرو فورا بيبدأ سلايدنج فريكشن بتوين ثريدز بهالمنطقة هاي، اوكي، وهذا سلايدنج فريكشن از فيري هاي، اوكي. ثم الهدف الاخر من هذا التورك او الدور الاخر هو انه يرفع القوة اف اب ذا بلين، اب ذا بلين اوف ذا ثريد. بالتالي لاحظوا معي اذا انه ما دام الفريكشن لوسز عاليين هم استهلكوا او التهموا 73% من الجولز او من الطاقة اللي انا صرفتها على الانبوت. هذا اللو افشنسي لاحظوا اذا فيري لو افشنسي، وهذا مش بس لهذا المثال اللي انا كتبته، هذا لو جيت انت على اي باور سكرو عادي بغالبيتها العظمى لن تجد انه الباور سكرو يعني الافشنسي بتاعه بيتجاوز 30% يا دوب، اوكي. وبالتالي هذا الشيء بالمناسبه اللو افشنسي بسبب قوة الاحتكاك العاليه، اوكي، هو سبب في انه احنا هذه التصاميم الباور سكروز بحالتها هاي، اوكي، ما بنستخدمهاش للتطبيقات اللي بدها تحريك مستمر طول الوقت، طول الشفت مثلا عده ساعات ولا كونتينوس اوبريشن. لا، معظم الباور سكروز هذه تستخدم للتطبيقات اللي فيها الاستخدام متقطع، يعني من ساعه لساعه مثلا نستخدمها occasionally not very frequently ومش continuous running بهالطريقه هاي. يعني بجوز مثلا ضربنا مثال انا وياكم المره الماضيه على باور سكرو ممكن نستخدمه في محطات صيانه السيارات، اوكي، تدخل السيارة بنرفع احنا السيارة بجوز لارتفاع معين خلال 40 ولا 50 ثانية وبيتوقف الباور سكرو، بظل متوقف ساعة، يعني بمعنى اخر جوز على طول الشيفت بتاع محطة صيانة السيارات يدوب هالميكانيزم هذا يشتغل له على بعضهم البعض 12-15 مرة. فليه؟ لانه الباور لوسز اللي فيه والانرجي لوسز اللي فيه are very high. لكن احنا هذا الباور لوس ليش مع ذلك قابلين فيه؟ يعني قابلين فيه لانه هذا الان الفريكشن فورسز اللي بيلتهموا الطاقه اثناء الرفع هم المسؤولين عن السيلف لوكينج ايفكت في النهايه، وبالتالي هم ضارين اثناء ما بنكون بنرفع اثناء الريزنج، اوكي، ولكنهم مفيدين جدا لنا من خلالهم بيعطونا ستيل فلوكين، بيمنعوا اللود انه ينزل داون من تلقاء ذاته، اوكي. بالتالي هذا ستيل فلوكين بيغنيني عن انه اروح انا استخدم بريكات، نظام بريكات، يعني بريكنج سيستم اضافي، ولا اعقد السيستم واضيف عليه اليمنتس كثار لحتى يشغلوا البريكنج سيستم، فبيوفر علي كومبلكسيتي وبيوفر علي كوست في السيستم. لذلك احنا واحنا اثناء الريزنج والله زعلانين من الفريكشن لانه قاعد بياكل الطاقه كلها، بياكل النسبه الكبرى 70%، ولكن بالمقابل هو بيعطينا ثمره جيده مفيده، بيعطينا افكت جيد وظيفه اثناء يعني من خلال السيلف لوكينج افكت. هذا هو اذا الاناليسس اللي احنا بدنا اياه، اوكي. اروح انا وياكم الان للمساله العكسيه وهي مساله الديزاين. لو بيكون في عندي مساله و يعني معطى معي معطيات معينه للفورسز والتطبيق الابلكيشن، ومطلوب انه احنا نختار باور سكرو مناسب، اوكي. ف بداية أذكركم من بداية الفصل وإحنا بنحكي كالتالي، والله إذا بدنا نصمم شيء معين سيستم ولا whatever it is، okay، كميكانيكال سيستم، أول هم راح إحنا يعني نطلع عليه هو الفيلير مودز، يعني
حتى نعرف نصمم شيء بشكل جيد لابد من يكون عندنا فهم جيد لما هي أوجه الفيلير المحتملة واللي ممكن تحصل، أوكي؟ عشان لما بنصمم نصمم لتجنب الفيلير المحتمل، أوكي؟ فالآن بالنسبة للباور سكروز، وخليني للمساعدة أرسم لي هون هيك كذا شكله العام، أوكي؟ وأنا طول الوقت برسم إنه النوت ثابت مكانه والسكرو هو اللي بيدور وبيتحرك بيعمل حركتين في نفس الوقت، لكن هذا الشيء فاهمين انتم مش بالضرورة. ممكن احنا في كثير من التطبيقات اللي يخصها الموتورايزد يعني راكب عليها موتر، بالعكس بيكون النوت هو اللي بيدور في مكانه، وبالمقابل يعني السكرو بيتحرك اب اند داون، او السكرو بيدور في مكانه اوكي والنوت هو اللي بيتحرك up and down. لكن مين فيهم المتحرك ومين فيهم الثابت او على اي وجه يأتي التحريك، هذا الشيء بالنسبة للستروسز، بالنسبة للفريكشن، بالنسبة لتناسب السرعات واللواتبر، هذا الشيء لا يغير شيء بتاتا، وتبقى المعادلات الاناليسيس كاملة صحيحة بغض النظر عن طبيعة التحريك. اوكي، فنرجع للفيلر مودز. الفيلر مودز كثار هم اللي هذول الباور سكروز، ولكن انا راح اتوقف عند البيسك وانز اوكي اللي يعني بجوز اكثر مذكورين في كتابكم. بدايه شو اللي ممكن يحصل هذول الفيلر مودز؟ اولا فيلر اوف سكرو ديو تو نورمال ستريسز، هاي الان القوه اف 1 مؤثره، وواضح تماما بانه جسم السكرو نفسه الان هو على هذا الرسم اندر كومبريشن. لما بتطلع أنا وياكم الآن كامل الباور سكرو لينث هذا الآن من هون لهون، أوكي، يعني من نهاية النوت وين هو مفسوك لعند نقطة تأثير القوة F، هذا كله under compression normal أوكي compressive stress. فما هي قيمته هذا normal compressive stress؟ هو عبارة عن F over A، هاي الآن area الكروس سكشن اريا، وهي كروس سكشن دائري سيركلر كروس سكشن. طيب هذا السيركلر كروس سكشن، اذا اف سيجما بتساوي اف على اي، هذا المعادله العامه، ممتاز. طب اي هي اياها منها، يعني هذا لو بدي اطلع على شكل السكرو هو في له ماينر ديامتر، في له ميجر ديامتر، في له بيتش ديامتر. طيب هذا الان الاي اياها منهم، اوكي انا بحكي لكم هذه على البيتش ديامتر، اوكي، وهي فيش داعي نروح احنا نحسبها، اوكي هذه بالتيبل معطاه ومرموز لها بالرمز بالتيبل اوف ستاندردز اي تي تنسايل ستريس اريا، في هذه الحاله كومبرسيف ستريس اريا فعليا، لكنه المقصود انه انها الاريا اللي متاثره بالدايركت نورمال ستريس اندر ذا اكشن اوف the force F، وبالتالي سيجما بتساوي F على AT. راح أكتب الآن و AT نكتب مباشرة، إذن هذا الآن from tables table 17.1 للسكرو راح ناخذ، أوكي. طيب الآن لحتى نتجنب أنا وياكم الفيلير مود الأول، وهو يعني مثلا أنه يحصل yielding بسبب تجاوز هذا الاسترس، انه يتجاوز القيمة المسموح فيها، اوكي اذا بيتجاوز الالاوبل فاليو، لحتى نتجنب اوكي لازم نختار سكرو مناسب باي تي كافية، اوكي. طيب متى ممكن يحصل هذا الفيلير او ما هي الالاوبل فاليو؟ بالعادة الالاوبل فاليو معتمدة على الماتيريال اللي مصنع منه السكرو، اوكي، وبالتالي سيجما الاوبل بالعاده ممكن تكون عباره عن اليلد سترينث اوف ذا ماتيريال مقسوما على السيفتي فاكتور اللي احنا ممكن نكون اخترناه حسب طبيعه التطبيق. ف اس واي بناخذها من التيبل تاعون الماتيريالز يلد سترينث، ف ذس از ا فيري سمبل بروبلم. فانا وياكم لما ندخل على مسألة التصميم بنكون صرنا مقررين أو مختارين الماتيريال، وبالتالي بنعرف عنه SY،
ومقررين كم لازم يكون N، فبنحسب منه sigma allowable. ثم عندي بنروح نختار سكرو بحيث انه AT بتاعته لو قسمنا F عليها sigma اللي بتطلع معنا ما تتجاوز هذا الرقم. هذا هيك كيف بنواجه الفيلير مود نمبر 1. الآن كيف بنواجه الفيلير مود نمبر 2؟ شو ممكن يحصل؟ ممكن يحصل failure of threads due to shear stresses، لما shear stress اللي على الأسنان بيتجاوز أيضا القيمة المسموح فيها. وين هو هذا shear stress؟ خلينا نطلع أنا وياكم على هذه المنطقة، منطقة تشابك الأسنان thread engagement area. لو بتطلع على تأثير القوة F downwards ونطلع على ما هو تأثيرها على هذول الأسنان، هذه الأسنان بالعادة هي أسنان قصيرة يعني من حيث العمق يعني أو الارتفاع، وبالتالي تأثيرها قاعد بيعطي قوة قص shearing force على هاي الأسنان. shearing force على هذه الأسنان، فلو كان shearing force هذا أدى إلى shear stresses F على A يعني أكبر من القيمة اللي بيستطيع المادة الماتيريال تحملها، راح نتوقع أنه حصل فيلير بهذه الطريقة. كيف نواجه هذا النوع من الفيلير مرة أخرى؟ تاو راح أكتب أنا، إذن تاو بتساوي F على الشير ستريس أريا، على الشير ستريس أريا. طيب الآن F عارفينها، بس شو هي الشير ستريس أريا؟ الشير ستريس أريا هي عبارة عن المساحات الجانبية للأسنان اللي معرضة للشير. يعني لو بدي أطلع أنا وياكم على السن، ممكن يكون لو اطلعت على شكله زي هيك وهذه القوة، إذن هذا هو نصيبه من القوة اللي جاي عليه، أنا عم برسم بهذا السن، إذن هذه هي فعليا الشير ستريس أريا لسن واحد. الآن هذه AS total يعني كل shear stress area لكل الأسنان، وبالتالي هي احنا نتكلم عن كامل المساحة المحيطية لجميع الأسنان اللي موجودين under the nut، تحت النت المغطيين بالنت، فكامل المساحة هاي، كامل هذه المساحة على محيط الأسنان جميعهم، فهذه هي AS. طيب ASI بالمناسبة مود من وين بنجيبها مرة أخرى؟ من التيبل 17.1، لكن تيبل 17.1 بيعطيني، لاحظوا معي، بيعطيني AS for 1 inch of length، لأنه واضح تماما، لاحظوا معي أنه هذا الآن shear stress area قيمتها معتمدة على ارتفاع النت اللي راح أسميه أنا، أرمز له بالرمز H. يعني كل ما كان النت أسمك أو أعلى، كل ما كانت H أكبر، كل ما صار في عندي عدد أكبر من الأسنان مضمومين تحت النت ومشاركين بتحمل اللود، أوكي، وبالتالي بتزيد معاي AS. لأنه H متغيرة، مش بضرورة تكون 1 inch ولا whatever it can be anything عمليا، أوكي، التيبل بيعطينا AS per 1 inch of length. لذلك الآن AS هاي أنا AS total تساوي AS اللي من التيبل مضروبة في ارتفاع النت، أوكي، وبالتالي راح أخذ الآن AS من التيبل، وهذا الشيء بيساعدني أنه أنا أعرف ارتفاع النت المناسب. لذلك احنا ممكن نختار السكرو بناء على AT مثلا، وثم لحتى نواجه الشير ستريسز نختار ارتفاع نت مناسب. فكل ما بدنا نخفض الشير ستريسز تاعو بنزيد ارتفاع النت، يعني بندخل عدد اكبر من الاسنان تحت النت. شو الفكرة؟ الفكرة كمان اطلعوا معي انه كل ما احنا حطينا عدد اكبر من الاسنان، يعني كل ما زدنا القيمة H، كل ما صار في عندي عدد الاسنان المشارك بتحمل اللود اكبر، وبالتالي نصيب السن الواحد
نصيب السن الواحد من هذا اللود راح ينخفض، يعني راح يتحمله، اوكي؟ وبالتالي نخفض تاو الى القيمة اللي احنا بدنا اياها من خلال زيادة النت. This is how we يعني confront او how we face يعني الفيلير مودز نمبر 1 اند 2. ظل عندي فيلير مود نمبر 3 اللي هو ممكن يحصل وير، وهذه مشكلة المشاكل بالمناسبة، اوكي؟ وهي wear of threads due to sliding friction. العلة الكبرى في هذول التصاميم في الباور سكروز هو وجود السلايدنج فريكشن وما يتبعه من مشاكل وconsequences، يعني wear خلينا نحكي temperature rise و heat okay و noise وغيره وغيراته. okay فالآن ممكن يحصل مع الاستخدام wear، وبالتالي تغير في الديمنشنز تاعون الاسنان وفقدان للماده مثلا. طيب هذا الان كيف بدي اواجه انا هذا الوير اللي انا متوقعه؟ في معظم الحالات الوير احنا بنواجهه من خلال استخدام ماتيريال له الهاردنس يكون عالي وكافي. طيب وبالتالي معظم المواد المستخدمه في الباور سكروز والنتس تاعونهم هي مواد hard materials، okay. ولو أنها ممكن تكون مثلاً low carbon steel أو medium carbon steel، ولكن إحنا بالعادة بنعملهم لسه surface hardening، نزيد قساوة السطح، okay. مثلاً من خلال treatment معين، heat treatment، جزء هذول الآن لهم مثلاً من الشائع أن يستخدمهم flame hardening، okay. فإذا هون الآن increase the hardness تاع السطح، okay. وبالتالي لاحظوا انه المتطلبات تجاه التصميم لحتى ان نواجه هذول الثلاث انواع من الفيلير معتمدين بداية على الماتيريال، okay. ومعتمدين على الديمنشنز. بدك تستخدم مادة ضعيفة مثلا، يعني اليول سرينث تاعها متدني، بدك تحسب حسابك انه راح تحتاج الى اي تي كبيرة، وبالتالي راح يزيد عندك السايز ويزيد عندك وزن التصميم، okay. بدك تحصل تاو قليلة، راح يكون ذلك على حساب انك ترفع اتش أو otherwise تكون مستخدم مادة الشير سترينث تاعها عالي. من جهة أخرى هناك متطلب أنه يكون الوير ريت تاع الماتيريال المستخدم قليل بما يكفي، بحيث أنه يكون في عنا يعني good service life. الوير راح يحصل بكل الأحوال، ولكن إحنا بنحكي عن تأجيله إلى يعني service life مناسب. فهذه هي الفكرة الأساسية من استيعابنا يعني أساساً ل أو استشرافنا للفيلير مودز. طبعاً إحنا يعني مش بس بنحط المود وبنقعد نفكر فيه لحتى نستخرج أو نستخلص الفيلير مودز، بالعادة إحنا لسه ممكن يكون في عنا معلومات هيستوريكال ديتا بنجيبها مثلاً من والله الفيدباك من السوق، وشو هو المينتيننس اللي قاعد بيحصل أكثر شيء في محطات الصيانة، أوكي، من متابعتنا لعمل التصاميم والأوبريشن تاعهم في السوق، how they feel statistical analysis للفيليرز اللي بيحصلوا. فمع الزمن ومع تراكم الخبرات بنصير إحنا يعني أقدر على التصميم بشكل رئيسي، لأنه إحنا بنكون استوعبنا how they feel، أوكي. وبالتالي كل ما صنعنا أو أنتجنا أو صممنا نوع جديد من البرودكت نفسه، مفروض نكون إحنا أقدر على تحسين تصميمه والخروج بتصميم أقل من حيث الفيلير فريكونسيز اللي بيحصله. أوكي، هذا كان في عندي ذا المقدمة للباور سكرو ديزاين. الآن ديزاين بروسيجر مقترح، أوكي، أنا وضعت هون يعني هو سهل جدا، كتبت أنا مع تفاصيل معينة. typically يعني الوضع الجزء اللي عادة بنواجهه أنه إحنا بالعادة عنا معروف معانا الأكسيال لود فورس اللي بدنا نرفعه،
وفي كثير من المسائل لسه حسب طبيعة الأوبريشن اللي بدنا إياه ممكن يكون لسه مطلوب منا إنه اللود لازم نحركه بسرعة خطية لينير سبيد معينة. الكوفيشنت اوف فريكشن، لأنه زي ما حكيت أحيانا كثير راح نكون عارفين الماتيريال وعارفين اللوبريكيشن كونديشنز، والألاوبل نورمال انشير ستريسز. اوكي، هاي الآن كمعطيات: القوة أو اللود، السرعة الخطية، الفريكشن كوفيشنت، والألاوبل نورمال اند شير ستريسز. بنبدأ من هون. ف لحتى نختار احنا سكرو مناسب كثير بسيطة القضية. فورا بنروح ندور، اذا بنحسب من النورمال ستريسز راح نروح نحسب كم لازم تكون التنسال ستريس اريا، المينيمم ريكوايرد تنسال ستريس اريا so that sigma in normal stress does not exceed the allowable value اللي معانا. Okay, so that's step number one. احنا بس نختار AT، بنكون اخترنا السكرو فعليا. Okay, فاحنا راح نمسكه من AT. Okay. ثم وقتها بس نعرف AT راح نكون عرفنا كل شيء عنه. لذلك we go choose a screw from table with an area AT not less than that found in step one. Okay. ونلاحظ بأنه هذا السيلكشن already بس تختار AT راح تكون اخترت معاها، حددت معاها البيتش دايامتر بتاعه والبيتش ديستانس والشير ستريس اريا. وقتها راح اروح الآن استخدم الشير ستريس اريا هاي لحتى اطلع ارتفاع النت. فبمجرد ما انا صرت بعرف عن السكرو كم هو يعني بالستاندرد، شو هو بالستاندرد، اوكي، وصرت عارف النوت كم لازم يكون ارتفاعه اتش، بكون خلاص كملت التصميم لانه باقي ما تبقى اوكي اتس اول ستاندرد. الان بنحسب ثم بعد ذلك يعني تي اب وتي داون اوكي لحتى نشوف كم راح يطلعوا قيمهم. Okay. وهل بيسوى انه نحن نعمل ريديزاين مثلا، افرض انه طلع تي اب كثير اكثر من اللازم وبدنا نعيد التصميم، ممكن نرجع نغير الماتيريالز، نغير اللوبريكيشن كونديشنز بحيث انه مثلا نخفف الكوشنت فريكشن، هذا كله شيء راح يقود الى تخفيض تورك اب. الان في المسائل اللي بيكون فيها لسه بدنا نستعمل الموتر ممكن ينطلب منا أن نعرف بأي سرعة لازم، سرعة دورانية لازم نحرك الموتور بحيث أنه يحرك اللود بالسرعة المطلوبة منا في. Okay. ثم بعد ذلك ممكن نطلع الموتور الباور أوف موتور، كم من وات مينيمم لازم يكون لحتى يقدر يحرك هذا السكرو كما يجب. فهاي مثلا الموتر باور بنطلعها احنا زي نقطة أولى باتجاه اختيار الموتر، الموتر سيلكشن اللي هي أيضا واحدة من خطوات التصميم بشكل عام. اوكي، فعلى هذا البروسيجر الآن أروح أنا وياكم نطبق اكزامبل مباشرة. اوكي، لو بطلع الآن ديزاين اكزامبل، وي ار ريكوايرد تو ديزاين ا باور سكرو تو ريز 30,000 30,000 pound weight، وبالتالي هي راح أكتب الآن F بتساوي 30,000 pound. النورمال انشير ستريسز هي قيمهم، إذا سيجما الاوبل تساوي 8,000 psi pound per square inch، وتاو الماكسيمم الاوبل اوكي يساوي كم حكينا 4,000 pound per square inch. الكوفيشنت اوف فريكشن اف 12%. شو المطلوب منا؟ سبيسيفاي سوتبل اك ميثريد، راح نختار اوكي اند ان نوت هايت اتش واند فايند تي اب وتي داون، هذه المرحله الاولى اذا في التصميم. ذن اسيوم انه ات از ريكوايرد تو موف ذا لود ات ا لينير سبيد اوف 2 انشز بير سكند، find the rotational speed and the power of the motor needed to move the load. Okay. فهذا direct application على البروسيجر اللي قبل شوي حكينا عنه. Okay. ذلك أول خطوة في التصميم وهي الرئيسية وكل شيء، يعني ما في عنا أبسط من هيك.
بس نروح نحاول نطلع اي تي. اذا اي تي اول شيء كم لازم تكون السكرو اللي احنا بدنا نحدده، كم لازم تكون مينيمم التنسار ستريس اريا بتاعته. راح اروح اقول كالتالي، اذا سيجما اللي هي عبارة عن اف على اي سيجما بتساوي اف على اي تي، وبالتالي اي تي تطلع معاي اوكي اف على سيجما، يعني 30,000 باوند على 8,000 راح احطها على الالاوبل اوكي بي اس اي، بالتالي هاي راح تعطيني 3.75 انش سكوير اوكي. ف 3.75% ان سكوير، هذا الان مينيمم اي تي. بهذا الاي تي بروح الان على الستاندرد تيبل بشوف شو هو السكرو من الستاندرد الاقرب لهذا الرقم فروم ابف اوكي. فانا بدي 3.75% هاي تنسار ستريس اريا اوكي، ادور انا الان بينهم راح الاقي انه اقرب شيء فروم ابف هو 3.8 بالعشرة اوكي. ذلك انا راح وقع اختياري على هذا السكرو اي تي. اذا اشوف شو باقي مواصفاته، البيتش ديامتر بتاعه 2.2939، المينيمم ماينر ديامتر، البيتش بتاعه 0.3 ثلث انش، هو له لانه له 3 ثريدز بير انش، والميجر ديامتر بتاعه 2.5 انش. و من مرة هاي الآن كمان لست الشير ستريس اريا بير انش اوف لينث اوف نوت اوكي حوالي 4 انش سكوير. راح اخذ هذه المعلومات وارجع على مسألتي عشان نكمل البروسيجر اوكي. فاذا اروح الآن، هاي الآن اي تي حسبناها اوكي. اذا راح اقول تشوز from table 17-1، إذن screw with major diameter يساوي 2.5 الانش okay. وبالتالي ال pitch بتاعه يساوي ثلث انش والبيتش ديامتر بتاعه 2.2939، وشو ظل عندي الشير ستريس اريا اي اس بتاعته 4.75 بالألف انش سكوير اوكي. وي ار ريدي تو كالكوليت ايفريثينج ايلس اوكي. فحتى استخدم الان، اذا احنا هيك صممنا صرنا خلاص بنعرف اوكي. ظل عندي نقطه واحده وهي انه اطلع اذا نوت تايت عشان احكي عن حالي انه اكمل التصميم اتش بيساوي كم كويس. انا الان راح اكتب زي هيك، اذا تاو يساوي اف على الشير ستريس اريا اللي هي اخذناها بير انش اوف لينث ضرب اتش، يعني ال H لازم تكون بتساوي F على ال shear stress area ضرب ال tau، وبالتالي هاي الآن 30,000 pound على AS اللي طلعناها 4.075 و tau 4,000 PSI tau allowable، هاي الآن tau allowable. ف H بهذا الطريقة بنحسبها بتطلع معانا 1.84 إنش، 1.84% من الإنش. ممكن نتركها على حالها، ممكن لا، الديزاينر بجوز يقول أنا بديش أخليها على هذا الرقم الثيريتيكال، راح أروح أختار لي preferred size أوكي، لأنه مش كل الديمنشنز وكل السايزز يعني equally good for manufacturing. وبالتالي انا طلعت يعني اقرب بريفير سايز لهذا الرقم بدل 1.84 هو انه يكون 2 انشز اوكي كبريفير سايز، لكن على حساباتنا خلاص ما هو مطلوب من الان هو 1.84. الان وي ار دان ديزايننج عمليا، فنروح نحلل نشوف شو اللي طلع معانا ما باقي متطلبات عمليه التصميم. الان تي اب
بتحسبوها وبتتأكدوا إنه راح تطلع معاكم 5890 باوند إنش. أوكي، هذا given بالمناسبة إنه لامدا هي 2.65 degrees. أوكي، فبنحط لامدا 2.65، تأكدوا إنه هذا الرقم صحيح، ولاحظوا قديش هذه الزاوية صغيرة. أوكي، يعني زاوية ميلان السن الإنكلاين بلين عبارة عن أقل من 3 درجة، very small. أوكي، وتورك داون بيطلع معانا 2658 باوند إنش. لذلك هذا السكرو بتاعنا بالمناسبة مباشرة هو سيلف لوكينج، وديبلي زي ما قلنا سيلف لوكينج، لأنه تي داون عالي يعني يكاد يكون أكثر من 40% من تي أب. أوكي، وبالتالي you need real effort to lower the load. لأيه؟ لأنه ممسوك بشكل جيد بقوة الاحتكاك اللي بين الأسنان. لكن بالمقابل بالمناسبة لو بدي أحسب أنا وياكم الإفشنسي راح ألاقيه لهذا التصميم very low. أوكي، بالمناسبة بيني وبينكم هاي الآن الإفشنسي حسبته أنا لهذا الشيء وطلع معي بالضبط تقريبا 2.7، يعني بمعنى آخر 27%، وهو typical لمعظم هذه التصاميم. أوكي، يعني أيضا مرة أخرى very low efficiency. أوكي، ليه؟ لأنه أيضا قوة الاحتكاك عالية، 12% يعتبر احتكاك coefficient of friction عالي، وبنفس الوقت lambda is very small. Okay, so losses are high. طيب الآن نروح نحسب الآن if v بتساوي 2 inch per second. Okay, n اللي هي بالRPM تساوي كم؟ بأي سرعة لازم أدور أنا السكرو لحتى أنه أحصل 2 inch per second. المعادلة يعني أو طريقة التفكير بسيطة، هذا single start. أوكي، وبالتالي الآن كل ما درنا 1 revolution راح نتحرك مسافة مقدارها الليد اللي هي في هذه الحالة 0.3333 inch، ثلث الانش. أوكي، طيب لو درنا n revolutions الجسم اللي هو الاكسيال ديسبليسمنت راح يكون عبارة عن n ضرب l عدد الدورات ضرب l. أوكي، revolution per minute هاي صرنا n rpm هاي كمان per minute. أوكي، بالتالي هذا الآن راح يصير عندي inch per minute، يعني v تساوي هذا الرقم بالانش بير مينت. الآن V إذا بتساوي N ضرب L على 60، أقسم على 60 بكون حصلت اللي بدي إياه انش بير سكند. أوكي، بالتالي بمسألتي أنا بدي 2 انش بير سكند. أوكي، هذا الشيء إذا بيتطلب إنه أنا n تكون 360 rpm. أوكي، فإذا إحنا لازم ندور لسكرو 360 rpm لحتى إنه إحنا نحصل 2 inch per second linear speed. إذن 2 inch per second يقابلها n تساوي 360 rpm بهذا الطريقة. اوكي، دان. ظل عندي الباور اوف موتور، المينيمم باور اللي مطلوب بالهورس باور مثلا في هذه الطريقة. طبعا الباور بشكل عام بتعريفه اذكركم، اوكي، الباور يساوي
التورك ضرب سرعة الدوران أوميجا. هذا إذا حكينا عن التورك بالنيوتن متر، وهاي بالراديان. هذا الشيء راح يعطيني إياه بالوات. أوكي. أها. لكن الآن أنا عندي قاعد بحكي عن يو إس يونتس، وبالتالي الباور يساوي تي أب ضرب سرعة الدوران بالآر بي إم، ومقسوما على 63,000. 63,000 هذا عبارة عن فاكتور لتحويل الوحدات. عشان إذا الآن تي أب راح أحطه بالباوند إنش، وإن إذا بحطها بالآر بي إم، فاللي بيطلع معاي راح يكون بوحدات قياس هورس باور. فبتطبيق الأرقام بتاعتنا، تورك أب عبارة عن 5890 باوند إنش ضرب 360 آر بي إم على 63,000. هذا الشيء بيتطلب منا الموتور باور يكون 33.66% هورس باور، يعني حوالي قريب ال 34 هورس باور. This is a huge one. But برضو قبل إنه إحنا عنا اللود 30,000 باوند. So الآن إحنا كملنا تصميم، ولنا الآن الحكم على التصميم إنه إلى أي درجة هذا الشيء مناسب لتطبيقنا. دائما يعني بعد ما عملنا هذا التصميم ومشينا فيه، بجوز نفكر إذا شيء في شيء مش عاجبنا في التصميم إنه to redesign، يعني نعيد التصميم ونرجع على الأماكن القرار اللي اتخذناها ونعدل. إذا إحنا شايفين إنه الـ efficiency is very low، بجوز هذا ما أخذ، وارتفاع التورك تي أب وكذلك الباور المطلوب وغيره معظمه ناتج عن إنه الفريكشن كوفيشنت إز فيري هاي، وبالتالي اللوسز آر فيري هاي. شو ممكن أنا أعمل بهذه الطريقة؟ ممكن أقول كالتالي، أنا ممكن أتعامل مع هذا الوضع من خلال مثلا تخفيض معامل الاحتكاك قليلا. أوكي، خليني أروح أنا وياكم شوي هون. أوكي، لما أنا وياكم حسبنا تورك داون ووجدناه كبير، بجزء يعني بنقدر إحنا نخفضه قليلاً. okay. لو رحنا أنا وياكم على الكوفيشنت أوف فريكشن، بدل ما هو مثلاً F خلينا 0.12، بجزء مثلاً نقدر نخفضه إلى 0.0 مثلاً 8. okay. يعني change من خلال مثلاً إنه أنا أضيف lubrication system, more efficient lubrication system، وأخفض الـ coefficient of friction. مثلا ممكن أحدد surface roughness مختلف للتصميم اللي عندي في سبيل أن أنا أخفضه. الآن ممكن إحنا نخفض الـ coefficient of friction مثلا من 12 إلى 8 دون أن نفقد الـ self-locking، بدون أن نفقد الـ self-locking condition، لأنه معانا مجال. معانا مجال، يعني 2658 لو نزلنا هذا التي داون لنفرض إلى 1000 باوند إنش ولا إلى 600 باوند إنش، ممكن يكون لمعظم التطبيقات good enough. فلو خفضنا coefficient of friction من خلال تطبيق lubrication مناسب، ممكن نخفض losses. وبالمناسبة لو خفضنا تي داون راح ينخفض معها أيضا تي أب، لأن الفريكشن works two ways. فبالتالي يعني آخر we can look at the design بجوز evaluate our design and then redesign in the needed direction. هيك بنكون أنا وياكم يعني كملنا ما هو مطلوب منا في هذه الحالة للتعرف على analysis and design of power screws، ونلتقي معاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة.